النكبة، جرح فلسطين النازف منذ 75 عاماً، تغير فيها أصحاب الأرض من سكان أصليين إلى لاجئين. صحيح أن المفاتيح صدأت وضاعت الأقفال، لكن الجدران لا تزال تعبق برائحة أصحابها حتى وإن غابوا. فالنكبة ليست حدثاً لاستحضار وقائع جرائم حدثت وانتهت، بل هي جريمة مستمرة يومية من قتل وتشريد وتطهير عرقي وإبعاد عن المنازل والأراضي وإقصاء وتهميش. وحتى وإن مرت عقود طويلة منذ تهجير الفلسطينيين من مدنهم وقراهم، إلا أن مشهد يوم العودة حاضر في فؤادهم. مشاهدينا، اليوم ذكرى النكبة، الحدث الأبرز عبر منصات التواصل الاجتماعي في فلسطين، وهو يوم غير عادي بالطبع، ولكن الأمل في عودة أصحاب الأرض حق لا يموت. العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع مختلفة متعلقة بذكرى النكبة، وواحد منها يروي ما قد يعيشه الفلسطيني في يومنا بعد أن عايش النكبة. دعونا نشاهد. لم نكن نتخيل في تلك الساعة أن هذا سيكون آخر عهدنا بالعيش في هذا البيت، وأن العودة إليه أو حتى مشاهدته ستكون حلماً، جزءاً من الحلم الفلسطيني الطويل. كنا نعتقد على نحو ما أن النكبة الكبرى لا يمكن أن تقع، وإذا وقع منها شيء فلن يكون غير رحلة عابرة، يجب أن تكون موازين الكون قد اختلت لكي تضيع فلسطين. عروبة فلسطين وموازين الكون معا، أو هي القيامة الآن. مقطع آخر مشاهدين انتشر بشكل كبير عبر المنصات المختلفة، يوضح تسلسل الأحداث التي مرت على الشعب الفلسطيني بدءا من عام 1945 مرورا بالنكبة وحتى يومنا هذا. لنشاهد. الشعب الفلسطيني سيظل قدوة لكل إنسان يناضل ويقاوم من أجل استعادة أرضه.